كون فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر اليوم رح نلعب لعبة بيك اكس تي واليوم يا جماعة رح معكن معكم اخبار جديدة عن نزول حيوان اليف جديد ب... بهذا التحديث يا جماعة أنا بينزل؟ بهذا التحديث هذا الاسبوع فرح اقول لكم ما بالضبط والشكل تبعه وكثير اشياء عن هذا الحيوان اليف وراح نحكي كمان عن الحيوان الحقيقي بالواقع يعني فبس يا جماعه قبل ما نبلش ما تنسوا انكم تشتركون بالقناه كمان حطوا لايك لهذا الفيديو لو ما انكم حاطين لايك للفيديو فايش عم تنتظروا جايز حطوا لايك ما راح تخسروا ولا اشي anyways فبس هيك جايز خلينا نبلش وكمان بحبكم كثير هلا خلينا نبدا فيا جماعة الخبر هو انه بيكي اكس تي رح ينزلوا حيوان اليف جديد في لعبة بيكي اكس تي بهذا الاسبوع او الاسبوع الجاي ما بعرف يا جماعة الموعد امتى بالضبط رح احاول جايز اتوقع لكم بالفيديو بس اللي بعرف هو انه رح ينزل بهذا التحديد يعني يعني ترقبوا رح ينزل بهذا التحديد تحديد الصيف يعني بقدر جايز ينزل باي لحظة المهم لما ينزل اكيد جايز رح اخبركم بس اللي بعرف هو شكله و المهم فيا جماعة الحيوان أكسولوتل حيوان هو أكسولوتل أوكي ف اسمه جايز بالعربي هو كأنه عفريت الماء أوكي فهو بيسموه جايز سمندل ويت ويت اسمه جايز هو عفريت الماء من ويكيبيديا قالوا انه سمندل المس... سمندل المكسيك او عفريت الماء اللي بالانجليزي اسمه اكسلورال والاسم العالمي تبعه هو ام بي ام بيستوما مكسيكا ايوه المهم يا جماعه هذا هو نوع من السمندل يعيش في المكسيك ذو قرابه بسمندل النمر او oh, هذا النوع من قنافذ البحر يمتلك القدرات ومزايا عجيبه فاطراف هذا الكائن البحري تنمو مجددا بعد قطعها شفتوا كايس واو يعني هذا حيوان نادر كثير وصراحة سبحان الله يعني كثير كيوت اليوم بحثت عنه كثير صراحة بجوجل وحبيته الصراحة حيوان ألف كثير كيوت في ناس عم تشتريه عشان تربيه وكذا ايوه يا جماعة يعني حبيت اني اعمل كذا عن يعني فقرة اقول لكم فيها معلومات عن هذا الحيوان اللي بتقدروا قاعد تستفيدوا وكمان يعني تتحمسوا للحيوان راح ينزل في بيكيكس. يعني آه المهم أيوة. فيا جماعة حبيت هذه الحقيقة الطريفة تبع انه هذا الحيوان يا جماعة يعني لما بينقطعوا جايز بينقطعوا جايز الاطراف تبعه عم ينمو مجددا لوحدهم واو واذا جرح ولو انجرح فالنزيف فنزيف الدم بيتوقف خلال ثواني واو فهون قالوا بجوجل انه يسعى العلماء الان للاستفاده من هذه المزايا في الطب البشري تتخيلوا جايز يعني هذا الحيوان بيقدر ينقذ حياه المرضى او شيء زي كذا المهم يا جماعة ما علينا، المهم هو حيوان حلو يا جماعة راح ورجيكم صورته من جوجل، يعني صورته يعني كيف شكله بالحقيقي بالواقع، يا جماعة لاحظوا او ماي جاد سبحان الله يعني بتتخيلوا انه هذا الحيوان هذا حقيقي موجود بالواقع؟ واو، المهم جايز فهذاك الحيوان هو اللي راح ينضاف في اللعبة، آه كيف عرفت يا جماعة بالايميل اللي كانوا بعتولي لي كانوا ورجونا كمان صور تبع هذاك الحيوان الاليف عرفت انه هو اكسلورل انه هذاك عفريت الماء ولا ادري ايش اسمه صراحة حيوان كثير عجيب يعني روحوا على جوجل اعملوا عنه بحث صغير راح تنصدموا الصراحة من القدرات تبعه انه كيف نادر وكيف الناس بتدفع كثير مصاري عشان تشتريه يعني الناس في ناس بتشتري هذا الحيوان وبتربيه يعني واو حيوان صراحة كثير عجيب سبحان الله يعني بس يعني لو كانت عندي كذا مصاري كثير ما راح اشتريه يعني لانه صراحة هو حلو بس يعني عجيب بس بشكل مرعب، يعني يعني لو ك... يعني أنا أصلاً ما- ما بهتم بهذيك ال... يعني مو ما بهتم بس يعني، يعني مصاري مثلاً راح أشتري بيها شغلات تانية، فاهمين علي؟ اللي مهتمة بها أكثر، أما مثلاً هذاك الحيوان استريح شوي مرعب، بس حلو كمان لو اجتني فرصة يعني مثلاً بس هيك يعني أشوفه بالواقع وكذا. فا أكيد رح استغل هالفرصه بس ما ادري بقدر لما اشوفه اغير رايي بس يا جماعه في بيكي اكس دي شكله كثير بيجنن متأكد الكل رح يعني يريد يشتريه لانه صراحه كثير كثير بيجنن فاوكي خليني اورجيكم جايز شكله فليكو هم اللي عم موجود الشكل تبعه فوق الشاطئ هذا اعتقد كانه تسريب فلاحظوا يا جماعه او ماي جاد سقط المهم لاحظوا جايز هون شكله فهون يا جماعه حاطين الشكل تبعه على شكل كانه بالونه ما بعرف صراحه بس هذا كانه عباره عن تسريب على انه هذا الحيوان رح ينزل في بيكي اكس تي وصراحة اشتريه حتى لو كان ثمنه كثير غالي لانه شكله كثير حلو وهلا خليني اورجيكم جايز الشكل تبع هذا الحيوان اللي رح ينضاف المهم خليني جايز اورجيكم الصور فعليكم يا جماعة هذه الصورة اللي بعتولنا إياها بيكي إكس تي هذه هي الصورة الوحيدة اللي بعتولنا إياها بس لاحظوا شكله الصراحة كتير كثير بيجنن أنا كتير حبيته فلاحظوا جايز شكل تبعه لما بيكون صغير أسرح كتير كيوت أوكي لاحظوا لاحظوا ويت هدول الشغلات كثير كيوت يعني ولا حيوان اليف بيكيكسي ما كان شكله هيك ويت ما اعتقد انه هذا اصلا حيوان اليف انا ما عم اقول عنه حيوان اليف لانه متعوده عم اقول عن كل الحيوانات كيكسي حيوانات اليف حيوانات اليف بس والله ما ادري المهم رح نقول عنه حيوان وبس هو ما بيعتبر على فكرة سمكه بس كثير ناس بتعتبره هيك يعني سمكة مكسيكية بس ما بعرف اوكي؟ رح نسميها احنا بس حيوان وبس عفريت الماء ولا مدري شو؟ انيوايز شوفوا كيف شكله لما بيكون صغير لما رح تشتروه هيك رح يكون شكله، وبعدين لما رح يكون عمره كذا ثلاثة ولا اربعة ليكو شكله كثير كيوت ولما عم يكبر شكله كيوت اكثر، ليكو كذا عم يطلع فقاعات راح كثير كثير بجنن، ويا هذا يعني لما حيصير عمره خمسة. ولاحظوا جايز القلب اللي بالعينين ماي oh جاد وكذا هذا الفم واللسان يعني اللون تبعه اخضر يعني اشي خيالي وكيوت صراحه اكيد رح اشتريه انتو كمان رح تشتروه صح المهم جايز بس بالنسبه للموعد ما بعرف صراحه امتى بس احس انه رح ينزل هذا الاسبوع ولا الاسبوع الجاي لانه التحديد نزل الاسبوع الماضي فالحيوان احس رح ينزل هذا الاسبوع او الاسبوع الجاي بس ماني متاكده لما رح توصلني اي اخبار عن موعد تبعه رسميا من شركه لعبه بيكي اكس تي رح اخبركم اما هلا ما عندي ولا معلومات رسميه سو ما رح اقول لكم معلومه خاطئه أه فيا لما تكون عندي معلومات رسميه حشاركها معكم بس هلا ما مع عندي معلومات رسميه يعني قلت لكم بس توقعي اوكي فالجواب عن موعد ما بعرف يعني بس توقعي هو انه بيقدر ينزل هذا الاسبوع اوكي يعني يوم الخميس ولا الجمعه ولا ولا الاثنين السبت الاحد اشك اشك يعني راح ينزل السبت الاحد لانه جايز بتكون عطله عند بيكي دي. سو كانه الويكند تبعهم ما بيشتغلوا سو اكيد ما راح ينزلوا التحديد المهم أه وبس رايح كثير متحمسه عشان ينزل بالنسبه للثمن اعتقد راح يكون بجواهر يعني هذا بس بس ما بنعرف تمن ما بنعرف صراحة ولا اشي بنعرف بس الشكل تبعه وانه رح ينزل بهذا التحديد المهم فبس هيك رح نخلص هذا الفيديو أه بتمنى يكون عجبكم لو عجبكم اشتركوا بالقناة لو ما انكم مشتركين كمان اضغطوا على زر اللايك واكتبوا لي بتعليقات هل انتوا رح تشتروه ولا لا انا صراحة اكيد رح اشتري اوه هل بقدر العب انه no جايز قبل شوي دخلت لعبت هاللعبة قالوا لي انه ارجعي بكره ما بتقدري تلعبي لازم يعني تستني لين ما ترجعي بكره عشان تلعبي بس ليك هلا طلعت من اللعبه ورجعت هلا بقدر العب واو اوكي هالطريقه كمان حلوه ظل نفسي لازم اغير التاريخ تبع موبايلي عشان ارجع العب المهم يا جماعه فبحبكم كثير حطوا لايك للفيديو اشتركوا زي ما قلت لكم وبس باي